مفيد فوزي فاجئني في حوار كان معايا هنا في البرنامج، واحد من الناس قال لي عبد الحليم اتجوز سعاد حسني لكن لم يكن يقدر على اتمام العلاقه لظروفه المرضيه، رايك ايه؟ اسمح لي ان اقول لك حادثه من الحوادث. اولا عبد الحليم اتجوز سعاد حسني؟ لم يتزوج سعاد حسني وانا عارف ليه. طب اتحدى اي مخلوق يعرف ليه. طب ليه؟ انا لا ما يتقالش. معلش في حاجات تتقال في حاجات ما تتقالش، لان الاثنين ماتوا. الواشون وشوا الى عبد الحليم بحاجات. وتحقق عبد الحليم منها رغم حبه العظيم فلم يتم الجواز. فارادت سعاد حسني ان تنتقم من عبد الحليم فتزوجت اخو صلاح اخو كريم كمال كريم مدير التصوير، وقالت هتجوز ده وهعمل منه شيء. خليته يخرج، وقع الفيلم. في حاجات كتيرة اقدر اقولها لك وفي حاجات ما اقدرش اقولها لك. انا عبد الحليم في يوم من الايام قعد وقت ما كانت عينيه دي سقطت جوه، وليله لعلمك ليله سفره رحله اللي ما جاش تنبأ بموته للامير بدر بن عبد العزيز وجلال معوض، وكنا شله قاعدين في الدور ال 24. فبقول له يا اخي ما تسافر، انت بقيت عصبي بعد الاغنيه قارئة الفنجان والما بس. فقد نص جمهوره. ما بس. وكان قبليها فقد جزء من الجماهير عندما غنى لنكسه 67 على انها انتصار. فعشان كده غير مفاهيمه وقال لك لن اغني لاسم ولكن هقول عاش اللي قال الكلمه في الوقت المناسب. فزعل منه السادات. دي حاجات ما حدش يقولها ولا حد يعرفها. لدرجه الدكتور اللي كان عنده سحب. اللي كان من قوات مسلحة، وقالوا دكتور تاني اسمه شاكر اللي سافر معاه في الرحلة الأخيرة. خسارة خسارة فراق، خسارة خسارة فراقك يا دار، خسارة خسارة فراقك يا دار. عينيا بتبكي عليك بمرارة، عينيا بتبكي عليك بمرارة، خسارة خسارة فراقك يا دار. انت ليه ما بتكره رئيس جمال عبد الناصر؟ لا هقول لك حاجة. كل رئيس